ما هو تفسير آية إن كيدكن عظيم؟ سورة يوسف هي سورة مكية وعدد آياتها 111 آية، وفيها عرض للواقع والعجائب التي مر بها سيدنا يوسف، مثل تعبير الرؤيا وحسد الإخوة ومحاولتهم التفريق بين سيدنا يوسف وأبيه، وفيها أيضا تفصيل لصبر يعقوب عليه السلام وعرض رغبة زوجه العزيز زليخة بسيدنا يوسف، وحيرة النساء بحسن جمال يوسف عليه السلام. كما ذكر تسلم يوسف لخزائن مصر وقدوم إخوته إليه ورجوعهم بالبشارة إلى أبيهم يعقوب عليه السلام بلقاء أخيهم يوسف عليه السلام. إحدى الفتن التي مر بها سيدنا يوسف عليه السلام كانت أثناء وجوده في بيت العزيز، والذي أمر امرأته أن تكرم مثواه ليتخذه ولدا لهم، إلا أنها نظرت إليه بعين تختلف عن العين التي نظر بها زوجها إليه، فاستعملت معه الطرق العديدة لمراودته عن نفسه وتحايلها عليه مرات ومرات وبصورة متكررة وبشتى وسائل الإغراء لمحاولة الإيقاع به، وما كان منه عليه السلام إلا الامتناع ورفض ما تريده خوفا من الله عز وجل. فعلم العزيز ما جرى في بيته، حيث أظهر الله براءة يوسف عليه السلام مما اتهمته به زوجة العزيز، وقوله سبحانه: إن كيدكن عظيم، بيان لما قاله زوجها بعد أن انكشفت له الحقيقة انكشافا تاما. وهكذا واجه العزيز خيانة زوجته له، وبهذا الأسلوب الهادئ، بأن نسب كيدها ومكرها إلى جنسها كله لا إليها وحدها، فقال قال الله تعالى: إنه من كيدكن. وفيه بيان أن مكر المرأة وكيدها شديد التأثير في النفوس، غريب لا يفطن له الرجال ولا قبل لهم به ولا حيلها وتدبيرها. الكيد هو القيام بشيء يوجب الغيظ، وقيل الكيد هو إيقاع الضر بالغير بشيء من التدبير، وهو شبيه بالمحاربة. وصف كيد النساء بالعظمة في قوله تعالى: إن كيدكن عظيم. في موضع آخر وصف الإنسان بالضعف، وذلك في قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. وليس المقصود بالقولين أن القوة منسوبة للنساء والضعف للرجال، فالإنسان ذكرا كان أم أنثى ضعيف بالنسبة إلى خلق ما هو أعظم منه، مثل خلق السماوات والأرض. ووصف الكيد بالعظمة لأن كيد النساء أدق من كيد الرجال وألطف، ولأن مكرهن أعظم من كيد البشر جميعهم، لأن لهن من الكيد والمكر والحيل في إتمام مرادهن ما لا يقدر عليه الرجال. وقوله تعالى للنساء: إن كيدكن عظيم، إنما هو فيما يتعلق بمعاملتهن مع الرجال، ولكن من ناحية الفروض وإدارة الأعمال والبلدان وأمور الصناعة والتجارة، فتدبير الرجال أشد وبأس الرجال أقوى، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالحديث هنا يبين أن الحاكم يجب أن يكون ذكرا، ولا يصلح لامرأة تولي الحكم أو أي عمل من أعمال المسلمين عامة، ذلك أن هذه المناصب والأعمال تحتاج إلى كمال الرأي والبعد عن العاطفة التي تتملك المرأة في معظم شؤون حياتها. يرى البعض أن المكر دليل ضعف لا دليل قوة، لأن من معاني المكر التثبيت في الخفاء، والمكر هو الشجر الملتف بعضه على بعض الآخر، حيث لا نعرف أي ورقة تنمو من أي جذع أو فرع، فالضعفاء لا يواجهون ضعفهم، أما الأقوياء فيواجهون ولا يبيتون. ولذلك يقال: إن الذي يكيد لغيره إنما هو الضعيف، لأن الإنسان الواضح الصريح القادر على المواجهة هو القوي. وهناك من يجعل ضعف النساء دافعا لهن على قوة المكر، استنادا إلى قوله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقوله تعالى: إن كيدكن عظيم. فلا يكيد إلا الضعيف، ومن لا يقدر على المواجهة فهو يبيت، ولو كان قادرا على المواجهة لما احتاج المكر، وقد يمكر كثيرا من البشر ويبيتون بخفاء عن غيرهم، إلا أنهم لا يستطيعون أن يعملوا بخفاء عن الله عز وجل، لأنه عليم بخفايا الصدور، وأمر الحق في التبييت أقوى من أمر الخلق. لذلك نجد قوله سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.